بنلتقي مشاهدينا مع أسرة جديدة في بيت العيلة، بنقرب من أفرادها، بنتعرف بيهم، بنقدمهم لحضراتكم، بنشاركهم أفكارهم وأحلامهم لبكرة. المجال مفتوح والحوار دايما ممتد، والأسر المصرية اللي بتساهم في بناء أمجاد هذا الوطن لا تنتهي، فتابعونا. أسرة مصرية مبدعة هم ضيوف حلقتنا لهذا اليوم. الأب هو استشاري القلب الدكتور صفاء فؤاد جني، شخصية مصرية بكل ما تحمل الكلمة من معاني. الزوجة هي ربة المنزل نريمان ناجح، ربة منزل شديدة الوعي، تدرك تماما أن العلم هو سبيل أبنائها الوحيد للولوج لمستقبل مشرق. ينعكس عشقها للأرقام كخريجة لكلية التجارة على ابنها الصغير، والذي يقرر أن يسلك طريق الرياضيات الصعب على العكس من الابن الأكبر الذي يضع نصب عينيه طريق أبي، أملا في أن يصبح يوما ما طبيبا كبيرا يعالج جراح أبناء الوطن. أسرة اتخذت من عشق الوطن عنوانا للحياة، فاستحقت عن جدارة أن يكون أفرادها نجوما لحلقتنا اليوم. برحب بيكم مشاهدينا في حلقة جديدة، لقاء جديد مع أسرة في بيت العيلة، أسرة متميزة في مجالها، مجال الطب وبالتحديد أمراض القلب. اللي بيميز الأسرة أيضا النهاردة إن الأب رغم انشغاله بوظيفته بطموحه، ووظيفته مش سهلة، محتاجة دراسة على طول مستمرة للاطلاع على كل ما هو جديد، مذاكرة لسنوات حتى الآن، إلا إن هو اهتم أيضا بتربية ولاده على إيه؟ على حاجة مهمة جدا، وهم إنهم يطلعوا يعرفوا يعني إيه مصر، قيمة بلدهم، برحلات سياحية داخلية لكل مكان وشبر في مصر، فكبروا على إيه؟ على تقدير قيمة مصر وعلى الانتماء، ودي حاجة مهمة جدا. بيسعدنا النهاردة إن يكون معانا الدكتور صفاء فؤاد يعني استشاري القلب معهد القلب القومي والتأمين الصحي، أهلا بيك. أهلا بحضرتك. معانا الأستاذة نريمان ناجح، ربة بيت ربة منزل بكامل إرادتها، أهلا بيك. أهلا وسهلا. معانا مايكل وجورج. مايكل سنة كام؟ تالتة إعدادي. وجورج تانية ثانوي. تانية ثانوي، دكتور صغير جورج. هنعرف لسه التفاصيل دي كلها، بس أنا عندي سؤال دايما ببدأ بيه، وهو إن إحنا نسترجع الذكريات الحلوة قوي قوي مع بعض، ونرجع لبداية اللقاء والتعارف بينكم قبل جورج ومايكل وكل بقى. شوف كم سنة بقى، هنرجع كم سنة بالمناسبة؟ حوالي 18 سنة كده. ما شاء الله ما شاء الله، مش باين عليكم على فكرة خالص بدون مجامل. مين هيحكي؟ أنا اللي هحكي. اتفضل. أنا حضرتك، باباها كان بيتعالج عندي في العيادة، وكان كنت بتابعه يعني بالنسبة للقلب وكده، فكان الأسرة طبعا أنت عارف حضرتك بأسرة بتيجي معاه، فحسيت أسرة كويسة يعني اجتماعية. أنا كنت عايز يعني جو اجتماعي كويس، يعني أنا بحكم كنت أنا راجل من الصعيد يعني، وكان عايش هنا وحدي، ما كانش عندي أهل، أهلي كانوا في الصعيد كلهم طبعا من أسيوط، فأنت محتاج أسرة تبقى هي أهلك. فلقيت الأسرة دي ماشية مع الجو اللي أنا عايزه. يعني انت ما كنتش بتختار زوجه بس، انت كان مهم قوي عندك بنفس نقول الاهتمام طبعا الاسره بتاعتك. ما جواز اسره مع اسره مش فرد مع فرد. على فكره هو دي فعلا جمله صح جدا. طبعا. بس في اجيال، يعني الجيل بتاع حضرتك مؤمن مثلا تماما. لان حضرتك عارف عن طريق البرنامج انا بستضيف مئات الاسر. لا، كل جيل بيبقى عنده اولويات في طريقه تجوزه مختلفه عن جيل اللي قبله او اللي بعده. بس الصح ده من الصح، يعني زي ما بيقولوا كده، يعني الصح اللي هو الاسره دي هي تكوين الزوجه، الاسره أيه. دي بمحتواها كله هو تكوين الزوجه، غير كده ان الاسره دي هتبقى انا اجتماعي طبيعي، بحب اشوف مثلا خالاته، يعني هيبقى نفس البيئه اللي انا تربيت فيها وان احنا عايزين يعني انا احب اعيش فيها، فلقيت مناسبين يعني، ولقيت مستوى الثقافه بتاعتها كويس جدا، بكوز تجاره ومناسبه ليا انا،
وكان قعدنا نتكلم مع بعض وحسيت ان هي ممكن يعني تنفع ان شاء الله. حسيت بالقبول نقول، وان اه الاسره كويسه، اه وكمان طبعا مهم جدا هي كمان، طبعا لان انتوا في النهايه هي بقى تعيشوا مع شويه بعض. هي تقول رايها فيا بقى. الحكايه من وجهه نظري بقى، الناحيه الثانيه بقى القصه، اه الروايه من الناحيه الثانيه. مش عارفه عمري فكرت انها تسال السؤال ده. انت لما بتقعدي مع نفسك كده تقولي طيب انا كانت اولوياتي في الجواز كذا، واتحقق منها مثلا اللي اتحقق منها بنسبة كذا، يعني يعني كان ايه طبعا اولوياتك يعني؟ عمري ما فكرت ان انا هكون مرات دكتور يعني. يعني ولا هبقى دكتوره يعني، الدكتوره دي ما كانتش. ايوه بس طبعا يعني انا ما عرفتوش عشان هو دكتور يعني. احنا لما قعدنا نتكلم مع بعض يعني في نقط كده بتبقى باينه يعني، حسيت ان احنا في بينا توافق يعني. استريحتي له؟ اه طبعا يعني هو كمان في حسيتي بالقبول؟ اه هو يعني بحكم الشغل برضه هو بيدخل يعني بيدخل القلوب بسرعة يعني. ياه، هو بيدخل القلوب بس بطريقة مختلفة، هنا دخلها بطريقة مختلفة تماما. طيب نقول انت بتقولي انا عمري ما تخيلت ان انا اكون زوجة دكتور، صح؟ اه طيب ايه رأيك بقى الحياة مع الدكتور، وانك تكوني زوجة دكتور دي حاجة سهلة حاجة حلوة؟ ايه الحلو اصل فيها وايه معلوماتنا الوحش؟ عن الدكتور من زمان انه هو راجل حكيم ووقور وكده يعني، لكن لما قربنا ودخلنا فحسيت انه انسان طبيعي زي بقية الناس يعني. أي مش زي ما بنشوفه بقى، الشنطة والبدلة والكرافات يعني، أي لا وممكن عادي. على فكرة يكون يعني جد قوي في شغله، وأول ما بيدخل البيت خلاص هو كده بقى زوج وأب، ودي ذكاء منه، وهو ده الصح إنه يتعمل أيا كانت وظيفتي والاسترس اللي عليا، أو يعني الضغوط اللي عليا، أو القالب اللي بتحط فيه وأنا رايحة شغلي، المفروض إن أنا أقلعه تماما على باب بيتي بقى. احنا كمان اول ما عرفناه كنا طبعا مخدودين على بابا جدا، وهو فك كل التوتر ده بابا يعني. خف؟ طب بالمناسبة لا بابا لا. الله يرحمه، بس بعدها بكتير يعني. ساعتها اه لا بعدها بكتير. طيب بقى يعني اقصد ان احنا كنا طبعا مخدودين جدا، ويعني ان بابا جلطة وانه يقع، وانه يعني دي كانت حاجات صعبة. وطبعا في كل وقت احنا 8 اخوات، ايوه فلما كنا بنروح مع بابا 8 اخوات باجوازهم باولادهم، ف يعني كل دول هو طبعا كان بيحاول هو يعني يطمننا ويخفف، فدي حاجه خلتنا نرتاح طب الحاجة نرتاح. التانية في الجواز بالدكتور، أنا بيتهيألي أي حد في العيلة بيشتكي من أي حاجة حتى لو مش أمراض قلب بيكلمكم على طول؟ لا أنا متخيلة إن ده بيحصل ده حقيقي فعلا. حقيقي يا دكتور؟ اه طبعا على طول العيلة بتلجأ لك أيا كان المرض، اكيد حتى لو بعيد عن أمراض اكيد القلب. طبعا، يعني دايما في اي مهنه طبعا يعني بيثقوا في القريب منهم، يعني يعني في اي حاجه يعني واحد قريب من نفس العيله وخايف عليهم، يعني اكيد هيبقى ده الاول، ده اهل الثقه ايوه يعني اكتر من اهل الخبره، يعني يعني دايما الثقه كويسه. بعد كده انا حاجه بس أنا بقدر اساعدهم فيها ماشي، بوجههم الصح، يعني عارف مثلا دكتور فلان ده كويس، ده زميلي، ده شاطر، ده ايوه معمل ده يا كويس. بخت اللي عنده قريب دكتور كده شاطر وكبير زي حضرتك. الله انا يخليك. قلت في البدايه ان اللي بيميز الاسره بتاعتكم ان حضرتك شغلتك صعبه، ورغم كده انت ما اهملتش جانب الاب لا طبعا فيها. وكنا بنتناقش قبل التسجيل وقلت لي الوالد غير الاب. غير الاب، اه انا قايل بمعنى كده، هل انت زوج ام شريك حياه؟ هل انت والد ام اب؟ يعني الوالد طبعا غير الاب، الوالد ده يعني مجرد حاجه من ذريته وخلاص يعني، لكن الاب ده هو احتواء، يعني كلمه شامله وكامله، يعني اب يعني يعني عايش تربية، تربيه، اهتمام. حب، مشاعر، بتعيشي دوره وبتعيشي سنه، اي ملجأ ليكي في مشاكله وفي محبته، مش اي واحد كده يعني بيسيب المصاريف البيت ويخرج ويشتغل يعني حضرتك. اي والنقطة التانية اللي بتميزكوا قوي برضو ان حضرتك اثرت في ولادك، بمعنى ان انت كنت قدوة ليهم يعني. جورج ومايكل من خلال كلامي معاهم، لا انت شخصيتك قدام عينيهم، انت قدوة فعلا فعليا ليهم. ابدأ بيك جورج الكبير، هو حلمه من دلوقتي ان هو يبقى دكتور زي بابا، ولو كان تخصص مختلف، صح؟ ان شاء الله. وبيستعد. قولي يعني اللي انت قلته لي قبل التسجيل، بتستعد ازاي من دلوقتي؟ يعني اول حاجه انا طبعا لازم اذاكر كويس، وعلشان طبعا الطب عايز مجموع عالي معروف، لازم ابقى صبور، خاصه ان انا عاوز اطلع دكتور جراح قلب ان شاء الله. ان شاء الله. وبتقرا كتير، بتقولي
بتحاول تشتغل على نفسك علشان تحقق الطموح ده فعلا من دلوقتي، يعني انت حابب، مش اه تأثير بابا او ضغط من بابا، مش كده؟ اي يعني بابا ما حاولش يأثر عليك لا خالص. لا، انا المهنه دي حبيتها من سنه 5 ابتدائي، وانا حابب المهنه دي. بتقولي ان انت كمان يعني معجب جدا باليابانيين، بتقرأ عنهم كتير قوي. اه هم برضو متميزين في مجال الطب. هما متميزين في كل المجالات طبعا، يعني عشان بس اه يعني بيعملوا مثلا اختراعات علمية حديثة طبعا، ايوه بتفيد بيها يعني الدولة بتاعتهم والعالم كله. ايوه طيب بالنسبة لك بقى، انت شخصية طبعا مختلفة. انا مش عارفة طموحك ايه، بس الملاحظ ان انت شخصية مختلفة، مش كده استاذة اه نريمان؟ طبعا الشخصيتين في مايكل الولاد، في مايكل مختلف. كاركترين مختلفين. ايه بقى يا مايكل، دكتور برضو ولا لا علم رياضة مهندس انت عايز تبقى علم رياضة؟ ان عايز شاء تبقى الله مهندس، ان شاء الله. ده غير ان انت عايز تبقى لاعب كرة. لا انا بعرف العب كورة، بحب العب كورة كمان، مش عايزة ابقى لاعب كورة. ودي حاجة جميلة على فكرة، ممكن الاتنين يبقوا جنب بعض، لعب الكورة وان انت تبقى مهندس. بس انا لسه محتاجة ان انا اركز، يعني لكن انا بالكورة يعني باخدها كرياضة اكتر، اسلي بيها وقتي. لكن الهندسة يعني بحل، يعني كل ما هبتدي احل ماث اكتر عشان لما اطلع علم رياضة ان شاء الله هفهم. بتحب الرياضة، بتحب الماث. ماما زمان وانا صغير كنت تقعد تحل معايا. نقول هنا ماما أثرت بقى في مايكل أكتر، وبابا أثر في جورج. اه أنتوا مقسمينها بقى، أنتوا مقسمينها. أنت كمان بتحبي الماث وكنت بتذاكري له. بس احنا ما فرضناش يعني، يعني عمري ما قلت له انا نفسي اشوفك دكتور او انا عايزاك تطلع كذا، يعني لا انا سايبه انت اختار وانا وراك، لكن ما اقولش انا عايزاك تطلع دكتور، انا عايزاك تطلع مهندس، لا مش الحلو كمان في فيكي او في العيله دي ان انت حابه انك تبقي ام، مش بقى كان عندك حلم وطموح حاسه ان انت اتكسرتي او ضحيتي علشان بيتك ولادك، لا انت مش انا موجوده اتولدت في عندك بيت النقطه. الام في قاعده في البيت، فكنت بشوفها. يعني احنا 8 اخوات، 8 اخوات بقى يعني مختلفين الاعمار خالص. عندك يعني بيني وبين اختي الكبيره حوالي 10 15 سنه، اخواتي الاكبر. ف كنت دايما بشوفها وبحب، يعني لما كنت بحلم اني انا هتجوز وهكبر وهخلف وكده، فانا عايزه ابقى زيها، يعني اهتمامها بكل واحد في الـ8 كانه هو الوحيد، ايوه فدي كانت حاجة بتعجبني جدا. صح، يعني حسيت بقيمتها قوي دلوقتي جدا طبعا خالص. يعني معايا 2 وحاسة ان انا يعني ما انا عملت انا انجاز. انا عايزه اقول لكم ان الدكتور صفاء حب فيكم العزوه، انتوا اه 8 اخوات وحب ده، لا، لان واحنا برضو هو منا، كان بيفتقدها. احنا برضو بندعي الاخوات برضو. وانتوا برضو، اه لكن انتوا اكتفيتوا ب2. اه الحمد يعني لله. انتوا شايفين ان اه كويسين قوي كده يعني. ايوه مش بالعدد كمان، لا لا طبعا لا، طبعا. 2 تركزي ومتربيين تركزي و... كويس، اه يبقى يعني يعني كل واحد ليه اوضته الخاصه، كل واحد ليه يعني الشقه بتاعتنا، كل واحد ليه اوضه ايوه. عامل فيها الجو بتاعه فحضرتك يا ريت كل الناس تفكر اه كده الخصوصيه والله، بتاعته يعني بقى والعالم بتاعه. يعني مثلا جورج يحب مثلا جمع العملات، فتلاقيه المكتب بتاعه حاطط عليه عملات. احنا لسه هنكلم يحب جورج الزرع مثلا. في انه عنده مواهب كتير، اه ومايكل برضو اه مايكل يحب هنرجع الموسيقى لكم ما مثلا. تقلقوش. عايزه اتكلم في ناحية الطب اه اتفضلي. شوية. في معلومة كنت بناقشها مع حضرتك، انا كنت متخيلة ان امراض القلب كانت في فترة جيل قبلنا كانت منتشرة، وكان كل ما نسمع حد توفاه الله كان بيبقى بسبب مرض من أمراض القلب. فوجئت إن حضرتك بتقول بالعكس، دي زادت نسبتها اكيد طبعا. حقيقي، ده لا هو بص حضرتك، بإحصائيات هو التنوع يعني، هو زمان كان في امراض قلب اللي هي حمى روماتيزميه كانت اكتر، يعني كان قبل البنسلين وقبل حضرتك والوعي أيوه والعمليه اللوز، كان امراض الصمامات القلب نتيجه الحمى الروماتيزميه كانت اكتر. أمم دلوقتي بدات الامراض اللي هو القلب، الشرايين التاجيه والجلطات القلب والذبحه الصدريه بدات تكتر اكتر. أيوه يعني وللاسف احنا الأنواع اختلفت. اه نوعيه الامراض القلب اختلفت للاسف كمان. احنا كان يعني زمان لما كنا بنمر في العنايه المركزه مثلا، لو مثلا 20 عيان كنا نلاقيهم كلهم فوق ال 50 فوق ال 60، أيوه دلوقتي لقينا 18 سنه 20 سنه 30 سنه، يعني يعني أمراض القلب القلب بدات حاليا تخترق مش الشباب مرتبطة الصغير. بالسن. لا لا لا، الشباب الصغير بقى طبعا في عوامل كتيره خلت كده، الاستريس طبعا اول حاجه، ضغوط عموما. الضغوط عموما هي يعني. السجاير، التيك اواي، الحاجات الدهنيات بقى في المطاعم دي عماله الزيت يتغلي بقى 500 مره، ايوه كل الحاجات دي بتساهم ان تعمل عادات الطعام كمان ممكن تأثر في اكيد أمراض طبعا القلب. اكيد ايوه طبعا. ان مفيش وقت ان احنا نعمل نمارس اي نوع من انواع خالص الرياضة خالص او نتمشى حتى. لا خالص.
يعني حتى هما دايما يقولوا كده للواحد عشان ينتقي امراض القلب، يقولوا ووك مايل اند سمايل، يعني امشي ميل وابتسم، ووك مايل اند ووك سمايل. ووك مايل اند سمايل، يعني امشي كل يوم ميل وابتسم. ابتسم يعني تبقى راضي، مش ابتسم يعني عشان تصوير، لا ابتسم مفهوم يعني تبقى المعنى بتاعها. ساتسفاي، يعني ساتسفاي يعني انت راضي وقنوع خلاص. ايوه الواحد لما يكون راضي ويكون بيمارس رياضه منتظمه وفي سلام جواه، هيتخلص من امراض كتيره جدا يعني. المثل ده لخص كلام كتير جدا. سمايل هنا او الابتسامة او الرضا او الحياة اللي انا بقى راضي فيها عن حياتي من غير ما اكون ضاغط على نفسي وعلى اعصابي وعلى نفسيتي. بس احيانا برضو لازم نقول ان طابع الحياة اختلف وان الضغوط بقت لا بص حضرتك، هو اصل هي موجودة يعني. للاسف اللي يعني احنا زمان الجيل، يعني الجيل زمان كان في قناعات، يعني مش شرط كلنا يبقى عندنا عربيات، مش شرط كلنا عيالنا في مدارس اجنبيه، يعني كان واحد قانع بحياته، يعني لا كان بس خلينا نقول ان زمان برضو ما كانش فيه التفاوت في انواع المدارس وانواع مش عارفة البيوت وال بس يعني بس ما يعني كانش في غيره، ما كانش في كنا غيره، قريبين كان شوية. طموحاتنا، كان طموحاتنا يعني محصوره في حاجات معينه، يعني ايوه العيله والمحبه والتعليم عالي برضه، بس مش شرط كلنا يبقى يعني اوفر، مش شرط يبقى كلنا عندنا فلوس كتيره، مش شرط يبقى عندنا يعني، فاهم حاجه؟ دلوقتي الاب بيستهلك نفسه 24 ساعه، او بيسافر بره يقعد بالسنتين ما يشوفش عياله. حضرتك انا اتعرض عليا كتير قوي اني اسافر بره اي دول عربيه، رفضت ان انا رفضت حضرتك. خالص، انا كل حياتي مع اسرتي. انت ضد المبدأ ده حتى لو كنت هتبقى اغنى من كده طبعا طبعا، بكتير. يعني لا انا انا احسبها لاني انا يعني عامل حياتي مثلث كده، بحاول التزم بيه، متساوي الاضلاع، علاقه بشغلي، علاقه باسرتي، علاقه بربنا، ايوه الثلاثه دول ماشيين معايا مثلث كده، علاقه بربنا في اخلاقي وتصرفاتي، ومع ربنا في حياتي، اسرتي ما تجوزش على شغلي، وشغلي ما تجوزش على اسرتي، يعني الثلاثه دول لو الواحد مشي بيهم قدر يعادل بيهم المعادله دي، اعتقد هيبقى ده هو وفي النجاح. مهنة زي مهنة حضرتك الضمير والعلاقة ده اكيد، بربنا ده لازم طبعا، مهمة ده جدا في لازم، المهنة الحساسة ده دي لازم، اللي ده فيها تعامل مع طبعا. المواطنين العيان بيجي وبعض. لك طفل، يعني العيان بيجي يرمي نفسه جواكي أيوة من ديك طفل، انت أيوة ممكن تعملي فيه كل اللي عايز تعمليه، وللاسف يعني في كده يعني بتستغل يعني لهفه العيان ولهفه اهله، وتبتدي تعمل حاجات مش مطلوبه يعني. يعني أقصى حاجة إن حضرتك بتكون بتتعامل مع مواطن مش عادي، مواطن في أقصى درجات بالظبط كده، ضعفه. طبعا فيعني لازم هنا التعامل طبعا. بحساس أعلى. على ذكر العلاقة بين الطبيب والمريض، برضو كان زمان حاجة ودلوقتي حاجة. دلوقتي إحنا بناخد التشخيص والكلام من الدكتور، بعض الدكاترة يعني بالعافية، يعني ما بقتش العلاقة بتاعت إن أنا أباشر المريض بتاعي، أسمعه للآخر، أطمن عليه. لا، العلاقة دلوقتي مختلفة. أكيد. معايا ولا لا؟ طبعا طبعا، احنا دلوقتي حضرتك في مجتمع التيك اواي، يعني الدكتور او يعني انا بشبه كده، في دكتور نازل من بيته هيعالج كام واحد ويساعد كام واحد يخف، وفي واحد نازل من بيته هيجيب كام، اللي عايز يجيب كام ده هو عايز ده بالنسبه له سلعه، المريض ده بالنسبه له سلعه، عايز يخلص ويقلب، يخلص ويقلب ويخلص. التاني بقى بيبقى ده هو الحكيم بتاع زمان، كان يسموه الحكيم، كان عنده بقى قلبه وعقله، بيسمع ويفيد العيان ويهتم، بيبقى العيان جزء من حياته اساسا، ايوه وينشغل بيه ويحبه ويديله كل اللي عنده، عشان كده الجيل بتاع زمان كان جيل يعني ناجح. دكتوره هم يعني معايا في الراي. طيب اكيد احنا طبعا. عموما نطلع لتقرير دلوقتي يعني بنشوف بقى راي الناس كمان. وكتير منهم كان عيان، ليهم قرايب عيانين، رايهم ايه؟ يعني رايهم راي مواطنين في العلاقه بين المريض والطبيب. نشوف التقرير بعد كل مشاهدته اتفضل. ونرجع نكمل الحوار. طبعا علاقة الطبيب بالمريض بتاعه طبعا علاقة خاصة لازم تتسم بالخصوصية، يعني لأن العلاقة، وبعدين معاملة الطبيب واستماعه للمريض طبعا، العامل النفسي عليه عامل مهم قوي مع المريض طبعا. لابد أن يبقى فيه رحمة ومحبة وتعاطف، وفي نفس الوقت الابتسامة في وجه المريض نفسه. ده احنا عايزين نرجع للأيام دي، عايزين نرجع للحاجات الجميلة دي، بحيث ان يبقى فيه تواصل وحب ما بين المريض والطبيب. والله المفروض العلاقه بين الطبيب والمعالج بتكون علاقه حميمه، ويكون حتى الطبيب اصلا لو حتى المريض اصلا عنده مرض خطير ولا حاجه ما يعرفوش بالكلام ده، علشان ايه؟ يعني عشان نص
نص العلاج اللي هي الحاله النفسيه. لو المريض يتعامل مع 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 المريض، لو الطبيب يتعالج مع المريض على الحاله النفسيه، اكيد العلاج بتاعه هيجيب نتيجه. شايف الدكتور المفروض يعني في الاول خالص يشخص حاله المريض من الناحيه المعنويه في الاول، يشوف عنده ايه، ظروفه ايه كده، وبعدين ملابسات التشخيص والحل النهائي ده يفيد الدكتور على اساس ان هو ايه يديله معدل من الرحمه شويه والرأفه، وبعدين العلاج ده يجي بعدين. في كلتا الاحوال ان المريض لازم أن يكون الدكتور ده من ملائكه الرحمه بالنسبه للمريض. المريض بيتنشا على اي حد يديله كلمه كويسه، يديله حاجه كويسه، يقول له ان انت مثلا كويس، ظروفك حلوه، انت ما تخافش ما تقلقش. المفروض يبقى الانسان رحيم في كل الاحوال، والمريض محتاج عنايه، محتاج ان تكون يعني الاسعار مخفضه شويه عشان الحياه تمشي، لان الناس تعبانه. اهلا بكم مشاهدينا مره تانية. بنتكلم عن المريض، بنتكلم عن الحاله النفسيه عموما وتاثيرها، الضغوط وتاثيرها على القلب، غير طبعا العادات اللي حضرتك ذكرتها من طعام لعدم رياضه. المثل الجميل اللي قلته ان لازم التمشيه مع الابتسامه او ووك مايل اند سمايل. خلينا نقول ان احنا قلنا ان في حاجه اسمها حتى مؤخرا حاجه يعني حديثه متلازمه القلب المنكسر. دي بتشير الى اي مدى الحالة النفسية طبعا، او ان الانسان يمر بعلاقة عاطفية وينكسر قلبه فيها. ده فعلا بتكسر القلب اكيد طبعا، وبتخليه يمرض ويضعف. يعني مش شرط العلاقة العاطفية تبقى يعني راجل وست قوي، يعني ممكن تبقى علاقة عاطفية من ام وابنها، ام مثلا فقدت ابنها حصل لها حاجة اسمها ستريس. يعني دي طبعا الستريس الصدمة النفسية دي بتيجي، او واحد مثلا علاقة عاطفية وانتهت من غير مثلا يعني وداع زي ما بيقولوا، ام مثلا فقدت ابنها، زوجه فقدت زوجها، القلب طبعا الحزن الشديد اللي هو فيه العاطفه. أيوة. العاطفه ان تكون متعلقه بواحد ايا كان نوع العلاقه دي، يعني قريب، حب مثلا، ايا كانت، لما تنكسر جوه القلب دي طبعا ممكن تجيب، ممكن تموت. ايوه، لان في حاجات فسيولوجيه بتحصل في الجسم، بتفرز ادرينالين وتفرز ضربات القلب، بتزيد اللي بيشري نفسها على الصحه عموما. بقى تصيب اي عضو، هرمونات بتبتدي تفرز في الانسان، وحاجات بتعمله كده. ايوه، طبعا في حاجات ما نعرفهاش، يعني احنا حاجات، في حاجات معروفه ان احنا ممكن بنقول دي ممكن تبقى اسبابها. أيوة. لكن ممكن مثلا ضغط يعلى عوي، يعني مع الستريس ده ضغط يعلى ويحصل نزيف في المخ. احنا ياما شفنا حاجات زي كده. ده مره شفت وانا صغير مدير زعل الموظف في الشغل بتاعه، زعله الراجل جه مات عندنا، ودي بنسمع عنها كتير، ضغطه 230 على 140، حاولنا نعمل ضغوط العمل. والاصابات اللي بتحدث نتيجتها دي يعني كتير بتحدث. طبعا. هرجع لامراض القلب، وهرجع لاعراض القلب كمان بالتحديد. لان احنا بنهمل في صحتنا كتير منا، احيانا كثيره ممكن نلاقي عرض وغريب علينا يعني ونهمل وما نروحش لطبيب او فالاول عايز اتكلم مع جورج. انا سامع ان انت بتجمع عملات، عندك ايه بقى مواهب ثانيه؟ عندك هوايات ايه؟ يعني عندي مثلا الرسم، عندي مثلا بعرف العب مثلا رياضات زي مثلا السباحه، كويس في السباحه. اهم حاجه انت علمت نفسك ياباني ازاي بقى؟ علمت نفسك كلمات كتير ياباني ازاي؟ هو انا وليه الياباني؟ انا اللغه ديت بحبها، اللغه يعني هو اساسا كل واحد، يعني العلماء اثبتوا ان في كل واحد صندوق في دماغه، صندوق لغوي. صندوق لغوي. ايوه، يعني مثلا في مثلا ناس في المدرسه تتكلم انجليش كويس جدا، ودي مثلا انا الحمد لله منهم، مثلا بحب جدا الانجليش. ايوه، ناس مثلا تتكلم فرنش، ناس بتحب قوي اللغه دي وتنطقها كويس وكل حاجه، بس استعداد كل واحد بيختلف في اكتساب اللغه وتعلمها وفي مدى سرعته في اكتسابها. طبعا، يعني الصندوق ده موجود، لكن انت واضح ان عندك اكتساب اللغه بسرعه. خاصه بقى لو اللغه ديت يعني انا بحب مثلا اللغه ديت، هفهمها بسرعه، هتابعها بسرعه. ايوه، انت بتحب كل حاجه متعلقه باليابانيين صح؟ انت شايفهم شعب متميز ناجح، اشتغل على نفسه، متقدم. هو شعب متقدم جدا في كل المجالات، وفي نفس الوقت
هو متمسك بالعادات والتقاليد القديمة بتاعته. أيوة. مش ودي مهمة شعب عندك. مش شعب يعني مثلا مش شعب منفتح مثلا زي مثلا أوروبا وأمريكا وكده. الثقافات الشرقية دي بتبقى ثقافات متقدمة، زائد انه يكون يعني عنده عادات وتقاليد واخلاق ورقي. وانت حابب كده، الله عليك يا جورج. مايكل بقى، مايكل الشخصية التانية عشان بس نبقى فاهمين، يعني هم في نفس الأسرة ونفس البيت وتعرضوا لنفس التربية، لكن في حاجة اسمها ان كل واحد بيتولد بطبيعة طبعا. طبيعة مختلفة. يعني احنا لينا حدود في تشكيل برضو ولادنا. الشخصية بقى دمها خفيف الشقية، مش كده نقول كده ولا ايه بقى؟ بتحب ايه بقى؟ كرة القدم، تلعب كرة قدم؟ بحب الرياضات عموما، يعني بعرف العب فولي باسكت، يعني بحب احرك نفسي اكتر ما اقعد على، يعني ممكن نرجع مثلا يقعد على المذاكره مثلا 10 ساعات مثلا ما اتحركش، انا امتحان بكره، لكن انا اقعد نص ساعه بالكتاب ما اعرفش اذا ما عايز افضل اتحرك. انت من الناس بقى اللي يفضل يلعب ويجي يلم المنهج كده في اخر كام يوم. الناس الرياضه بالنسبه له مناسبه، جورج بالنسبه له عشان الطب عايز قاعده وطول بال. أيوة. بالنسبه له الطب هينفعه، لكن ده عايز مس هيسرع بسرعه يفكر. فعلا جورج هو لايق عليه جدا، يعني لان طبيب ده يعني طريق طويل من الكفاح والمذاكره. طبعا يعني انت مناسب ليك فعلا قوي، وباين على كل واحد على فكره شخصيته وظهر على ملامح وشه يعني. فبتحب بقى كل انواع الرياضات وبتقعد تلم المنهج في كام يوم تذاكر. طب بينجح كويس بقى درجاته؟ حقيقي؟ طبعا شاطر يعني برضو. هو كان من المتفوقين، يعني هو من المتفوقين برضو، بس هو في الاول قعد يقول لا انا هطلع طبيب اطفال، لا انا هطلع طبيب نفسي، انا هطلع، يعني قعد فتره كده يفكر ان هو يعني محطوط في نفس الكادر، ان هو يعني احنا متعودين ان الاطباء يبقى اولادهم اطباء. وانتوا كعيله طيب متصاحبين بقى؟ مصاحبهم يا دكتور طبعا. ولا في دكتاتوريه؟ لا 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 لا، انا مدي لهم جزء كبير قوي. انت بس هو يمكن جورج ليه راي مختلف ولا ايه؟ لا لا، صاحبكم ولا في مفيش مره أيوة. احنا نلعب في المصيف وكده غير لما لازم نلعب معاه كوره، لازم نلعب معاه شطرنج وكل حاجه. طيب حلو قوي. ده انا ساعات بضطر اعمل حاجات، يعني عارف حضرتك، يعني لما في غردقه فيه اللي هو الزحلقات حوالي 8-4 أدوار 5 أدوار دي. أيوة. مش مناسبه يعني، انا حتى زماتي لكن انا بعمل زيهم، يعني اتزحلق عليها وانزل في حبل سيم. رحنا على سفاري في الصيف اللي فات، السفاري في الغردقه دي بقى من ضمن رحلات اللي هي في حب مصر زي طبعا ما بتقول، وزي ما قلت في المقدمه وحاجه تحسب لحضرتك ان شغلك ما اخدكش، لا وان في خالص. فرق بين اب ووالد. لا ما قلت حاجه، انت هنا كنت والد ليهم. المثلث ده يعني الحمد لله قادر احافظ عليه بقدر الامكان، يعني ان انا عيلتي وشغلي وربنا طبعا في الاول، وعيلتي وشغلي وهم كمان. انا يعني عارفه من كلامي مع جورج ومايكل هم محافظين على المثلث كمان ده، وعلاقتهم بربنا ومراعاه الضمير ده اساسي، ده هو اساس النجاح ده طبعا. ايوه. كنت بتاخدهم جولات، انت متعمد توريهم كل شبر في مصر. هدف ايه؟ احنا خدناها من مطروح لغايه اسوان. ايوه. يعني احنا رحنا لغايه مطروح حضرتك، واحنا رايحين مطروح طبعا انا بالنسبه لي دايما اقول لهم الفسحه بتاعتنا ثلاث حاجات، ترفيهية ثقافية دينية. ترفيهية احنا طبعا بنروح البحر ونروح والملاهي وكل حاجة. ثقافية مثلا لازم مثلا في مطروح في رومل، وفي احنا رايحين برضو في العالمين، احنا رايحين بالعربية بننزل في العالمين في متحف هناك برضو. وطبعا السياحة الدينية دي طبعا بنروح مثلا اديورا واحنا معديين كده، لازم العيل يبقى فيه التلات حاجات دي مهمين جدا. أيوة. وكلهم ما يقلوش حاجة، يعني كلهم بنفس المستوى مهمين لتكوين الشخصية الصح. ايوه. يعني احنا رحنا اسوان، الاقصر اسوان، رحنا نايل كروز السنه اللي فاتت، نزلنا اسوان وخدنا الباخره، نزلنا بقى في كل المعابد اللي بتتقال. شوف بقى كم واحد يعني او كم اب وام بيبقوا حريصين، يعني في كتير منا ما يعرفوش اماكن للأسف كتيره للأسف جدا موجوده. حضرتك على حاجه يعني حاجه مضايقاني جدا، حتى حضرتك حتى بتقول بتروح متاحف كتيره يعني مش بتلاقي فيها ناس. انا متضايق من حاجه مهمه جدا، الاقي البوستر اللي هو على الجايد على التمثال مكتوب بكل اللغات الا العربي. فسالتهم يا قلت لهم يا جماعه انتوا كاتب بالانجلش والفرنساوي والالماني، طب المصري ده اللي جاي يشوف بلد ويشوف تاريخ؟ قال للاسف محدش مصري بيجي يبص الحاجات دي. لا ليه طيب؟ وحضرتك لاحظت كمان يعني طبعا. لا ده انا متحمس جدا، انا متحمس. احنا طبعا اي مكان بنروح يعني حتى لو كلفني فلوس ولا حاجه بجيب الجايد ويبتدي يشرح لي بالتفصيل. طب غير المتحف المصري وغير الاهرامات وغير ان احنا عندنا الغردقه واسوان وسفاجه وطابه،
ايه الحاجه الغريبه اللي في مصر الناس ممكن تكون مش عارفاها؟ متاحف او عندك متحف البريد مثلا، عندك حضرتك متحف الشمع في حلوان، ومتحف السكه الحديد، ومتحف السكه الحديد، ايوه، ومتحف اللي هو محمد علي اللي هو في المانيال، القلعه، ايوه، ايه تاني يا اولاد؟ احنا فكروني، ده في القاهره بس. حضرتك بتتكلم في القاهره بس؟ القاهره لا، ده كان في القاهره. ايوه، خدي بقى خط الصعيد ده كله بقى، ده يعني في متاحف، في تونة الجبل، اثار تونة الجبل مثلا، في اديوره اللي هي دير محرر دي اللي كانت فيها العائله المقدسه، أيوة. في اسيوط، في عندي في اسيوط في اديوره، في الاقصر بقى طبعا، الاقصر دي واسوان، في السياحه العلاجيه حضرتك عندنا بقى الغردقه دي وجمالها وروعتها. ايوه، احنا نزلنا خدنا بقى خلص نزلنا 25 متر تحت سطح الميه تحت، غطس، مع انك غطس يعني، في باخره تنزل تغطس تحت، غواصه وتشوفي جمال الميه وجمال الطبيعه. انا سافرت بره كتير، صدقيني مصر دي من غير يعني اعلام وغير دعاء، مصر دي جنه الله، يعني لما بنقول مصر جنة الله، الدنيا جنه الله، الاثار والتاريخ والقيمه، وان احنا لازم نعرف ولادنا عشان هم عمرهم ما هيحسوا بالانتماء من اغنيه او من كده. امر من مدرس او من اب او ام، لا، طريقه مختلفه تماما. وده اللي كنت بقوله في بدايه الحلقه، ليها اسس الانتماء، ليه اسس، وابدا مع ابني من هو صغير. انت عارف حضرتك يا مصر، ربنا مدينا كفايه الارض الفلات دي. انت عارف لما تروحي لبنان او الاردن تلاقي جبال، عشان توصلي مثلا اي حاجه يبقى التاكسي طالع الواحد خايف عامل كده فعلا، واخد بالك، ونازل الواحد يقول يا هو انت اوصل مصر عايز امشي على رجلي، عايز امشي في الارض فعلا المسطحه الفلات دي. دي متعه لوحدها، الواحد بقى جاي هبه من عند ربنا. عارف حضرتك طريق قد كده في لبنان، طريق الجبل ورايح جاي، وايه الواحد قلبه مشحوط عشان يطلع مثلا يلاقي حاجه مثلا يقول ايه ده، متحف مش عارف ايه كده، ده احنا عندنا بس للاسف يعني. طيب هنقتطع من الجولات الجميله والحكايات الجميله دي بحب مصر، ونتكلم على الطب اتفضل شويه. وكنت بقول لحضرتك الاعراض اللي اخد بالي منها عامه، يعني انا مش عايزه اخصص كل نوع مرض قلب، لكن الاعراض اللي اقف عندها واقول لا انا في حاجه غلط فعلا. بص حضرتك، كل سن بيبقى دايما ليه اعراض مميزه معينه، يعني دايما في الاطفال ناخد بالنا من ضربات القلب السريعه، في دايما اطفال يقول لك انا ما بقدرش اجري، ما بقدرش اطلع العب واصحابي، الفصل بتاع في الدور الرابع مثلا او الدور الثالث ما بقدرش اطلع بسهوله، دي بيبقى مميزين دول حضرتك. ضربات القلب السريعه دي ليها اسباب كتيره جدا طبعا، في اسباب متعلقه بالقلب وفي اسباب بره القلب، يعني انيميا في حد ذاتها تعمل كده، الغده مثلا الدرقيه وفرازاتها كتيره تعمل كده، ايوه، السكر زي ضربات القلب. فاحنا دايما الاطفال بنلاحظهم الطفل دايما يشعر امراض الشرايين بتبقى قليل قوي عندهم في الاطفال، لان لسه تصلب الشرايين بيكونش لسه بدا، او يكون ايه بدا بس ما عملش مشكله. دايما العيوب الخلقيه يقول لي انا مامته تلاحظ بقى ان كل مثلا ارد على الولد او الاقيه بزرق، شفايفه بتزرق، العيال بينهج وبيرضعني، فدي العيوب الخلقيه دي اللي يعني طبعا ده الاطفال العيوب يعني امراض القلب عند الاطفال، ده لازم الام هي والاب يتنبهوا. طبعا ده اهم حاجه ده. هو طبعا احنا عندنا حضرتك اللي يعني المفروض العيل لما اتولد في حاجه يعني كونسلتيشن، لازم دكتور اللي هو في بتاع الاطفال يجي يحضر ويعمل له يعني يكشف عليه كويس قوي عشان يلقط اي حاجه موجوده، ما نستناش لما يعني تستشري وتكبر والعيل بقى يبتدي ما تبقى حاجات، في حاجات هوبلس للاسف. الواحد بيجي لنا ساعات اطفال يعني الواحد بيبقى حزين جدا ان خلاص فات الوقت، يعني انا مهم قوي التوقيت اكتشاف اكيد طبعا ما اسكتش على طفلي او خلاص على نفسي. يعني ده العيل ما هينتظر موته، ما لان في وقت معين ان ده مثلا كان ينفع يعمل عمليه. في حالات صعبه واضح انها مرت على حضرتك. اكيد طبعا. نتكلم شويه في الطب تاني من ناحيه تانية. أتفضل. حضرتك في معهد الـ القلب القومي. أيوة. ومنظومه التامين الصحي عندنا مشاكل اكيد باينه قوي وواضحه، معهد القلب في مشاكل اكيد طبعا. ايه اكتر مشاكل اللي لسه بيعاني منها؟ بص، هي مشكله مصر كلها مش معهد القلب بس، السيستم. احنا للاسف فاقدين السيستم. معهد القلب طبعا الله يكون في عون المعهد والدكاتره اللي فيه، احنا شايلين مصر كلها. يعني ايه شايلين مصر كلها؟ يعني في يعني انطباع عند الناس مفيش دكاتره قلب الا في معهد القلب. انت دلوقتي احنا عندنا في كل محافظه تقريبا في جامعه في من ضمن الاساتذه بتاعتها قلب اكيد يعني. ايوه. لما يجي واحد من هنا عشان يعمل مثلا تحليل للسيوله في معهد القلب، واحد يصحى يعني يخش المعهد كده يلاقي محاصر بالبشره كتير ده، او ياخد حقنه بنسلين مثلا، ليه وازاي وحضرتك بتقول في جامعه في كل محافظه السيستم. وبلد يعني هو المنظومه نفسها تبتدي من الناس اساسا.
ان الدكتور اللي في معهد القلب هو هو الدكتور ده. الناس ولا السيستم اللي حضرتك بتتكلم عن ده دوله؟ ما الناس دي حضرتك السيستم بتحطه مسؤولين. الناس دي حضرتك برضو يعني مش كل حاجه الدوله، الدوله جزء لكن الناس برضو مفهومه برضو. أي. يعني انا ما بقاش عندي يعني طموحات من غير اساس. ما في استاذ قلب يعني في اسكندريه تاني دوله تاني محافظه بعد القاهره، بيجينا ناس كده من اسكندريه راح يستغرب ده اسكندريه دي فيها جامعه كبيره قوي واساتذه واساتذه وجامعه عريقه واساتذه وفي مستشفيات حكوميه. لسه في عقده ان القاهره هي اللي فيها كل للأسف. حاجه كويسه طبعا محمل على المعهد المركزية دي. طبعا محمل ضغوط جامده جدا طبعا. الناس بتشتكي من انتظار طبعا. لازم انت عندك حاجه صغيره زي اب مثلا عنده مثلا حضرتك مهنيته محدوده وعنده عدد كبير من الاولاد هيعمل ايه؟ فبيحصل قصور في الخدمات من كده. لا في يعني ميزانيه المعهد برضو محدوده ان يبقى فيه فروع يبقى فيه عندنا 100,000 معهد قلب. لا هو حضرتك الفروع موجوده يعني مش شرط يبقى في معهد قلب. يعني قسم القلب في جامعه بنها، قسم القلب في الزقازيق، قسم القلب في منصوره. اكيد الناس اللي بتيجي كل المشوار ده والجهد والفلوس دي يعني اكيد هم حاسين في فرق. هو إن طبعا هو الخدمه مش بيتلقوها هناك زي ما بيتلقوها هو اكيد. هو طبيب معهد القلب طبيب مميز لان هو حضرتك يعني مش اكتر ان هو اكاديمي، هو عملي. احنا من صغرنا واحنا نواب في الاستقبال بنشوف كل الحالات في عملي يعني اكتر من يعني ممكن الجامعات بتبقى اكتر اكاديمي اكتر. ايوه احنا بنشوف كم كبير من الحالات وكده، لكن برضه في حاجات مش مستاهله. ماشي انت بعت الحاجات الصعبه، الحاجات مش عارف تعمل معاها يبقى بتحويه بقى. يعني المفروض اللي بيجي معهد القلب ده زي كان زمان الحاجات دي موجوده لازم يتحول المحافظه بتاعته. مش كل واحد يخش على المعهد ده السيستم اللي حضرتك تقصد ان السيستم يختلف. انا ما اجيش المعهد ده الا متخصص الا واحد يعني مثلا واحد عنده مثلا خاصة في البنات اللي هم الصغيرين دول تبقى عندها شوية روماتيزم في عظمها الحق عندها أزمة ومتى جاي بقى في الاستقبال عندها أزمة. يعني أزمة ايه؟ انت مفروض طبعا لو مجرد بس دكتور بتاع بطنة او دكتور عظام حط ايده هنا عظمي بيوجعني خلصت. انت تحمل ليه على الاستقبال كل ده؟ يعني خلي الاستقبال ده وعي الناس جزء وعي الناس اكيد طبعا. السيستم لازم يبقى كده يعني المفروض يبقى فيه يعني ريفيرر. يعني احنا حاجة تبعت لنا مش كل واحد عدي في الشارع يخش المعهد يعمل اللي يحمل على المعهد. المفروض ان حضرتك فلتر تقليل الحالات. فالحالات لما تقل الخدمه هتبقى تحسن طبعا اكتر وهتبقى بسرعه. ايوه لكن هو لود جامد. والتامين الصحي نقدر نقول برضو ان لان حضرتك يعني استشاري المعهد القلب القومي والتامين نفس برضو الصحي نفسي برضو حضرتك الهوجه دي يعني مشكله برضو للاسف. يعني مثلا انت عندك حضرتك مثلا في تامين صحي في الجيزه مثلا ما انت عندك كل مكان فيه دكاتره العياط يعني كل مراكز الجيزه دي من اول تبتدي من بدرش من الحمديه والعياط والصفو كل يجي مثلا الجيزه. طب ليه ما انت عندك دكاتره هناك؟ انت المفروض بقى انت حاجه منين العين يقتنع بالدكتور وتاني حاجه الدكتور يتواجد برضه والدكتور برضه يعني كواليفاي يبقى يثقف نفسه ويتعلم نفسه. لو حاسس الدكتور انه مش عارف يتعامل الحاجه دي يتعلم. ده مش ده مسؤوليه عليك. انت فاكر انك لما تعمل كده عرض استشاري في ده خلاص يعني هو مهمتك ان انت راجل بس اخصائي كل اللي بتعمله تروح عرض وتلميه. مين هنا اللي بيتحكم ان الدكتور ده كفء وبيشوف شغله كويس وتعرض للتدريب الكافي والدراسه وبعدين ما فيش حاجه اسمها ان انا اكتفيت بسنوات الماجستير لا طبعا لا دراسات انا لازم على طول طبعا في مجالات زي الطب طبعاً. يعني بعض المجالات لازم القلب بالذات القلب بالذات كل يوم بيتغير كل يوم بيتغير. هنا بنعتمد على ضمير كل واحد هو حضرتك الضمير ولا بنعتمد على منظومه المفروض تبقى رقابيه لا هو الضمير ده شيء محدود يعني للاسف انا ما اعتمدش حكايه الضمير. الضمير ده اصلي يعني بيختلف من واحد لواحد. لازم يبقى في قانون ولازم يبقى في كواليفيكيشن يعني كل كام سنه كده الدكتور تقييم اعاده تقييم طبعا طبعا لازم. مفيش حاجه في العالم ان الدكتور ياخد الشهاده بتاعته مع نفسه لا حضور مؤتمرات لازم حضور دورات تدريبيه لازم واحد يبقى فاهم اب تو ديت يعني فاهم ايه اللي بيحصل. انت ليه تفوت على العين بتاعك فرصه وانت مش عارف ما سمعتش عنها. حضرتك يعني بتعتمد على ايه في انك تبقى اب تو ديت دايما في مجالك؟ الحمد لله ان المعهد عندنا كويس قوي بصراحه في الحته دي. يعني في يعني عندنا المؤتمرات دي يعني كل اسبوع تلاقي مرتين ثلاثه. دي جزء في النت طبعا جزء من النت طبعا نقول النت افاد اكيد افاد في سهوله الحصول تسهيل الحصول طبعًا على المعلومات. حضرتك ممكن تشوف عمليه على النت ممكن طبعا المؤتمرات بقى بتعمل بره المعهد كتيره. طبعا الكتب انا لازم اروح اشتري كتب واشوف واسال. عندنا كوادر كويسه في المعهد معانا اساتذه ايوه واعتمد اساتذتي برضو حضرتك حاجه مش عارفها حاجه بسال فيها حاجه جديده
يمكن منظومه نتحاور. الطب يحسب لها ان انها بتعتمد على او يعني انتوا ليكوا كبير دايما وقدوه واساتذه طبعا تيم ورك يعني احنا بنعتمد على التيم ورك والتيم ورك طبعا لازم يعني كلنا مهما كانت اختلفت اعمارنا او درسات كل واحد يعني انا شفت حاله مثلا يعني ممكن يكون الاستاذ ما شافهاش قبل كده فحضرتك اخد هو بقى يعني يعني دي ده الجمال في عندنا انك انت حضرتك حاله نشترك فيها ونعرفها ما عرفناش نعملها برضو بتبقى في بتعرض في مؤتمر كبير يعني في بقى مؤتمرات مهمه قوي بتبقى فيها في جانب طبعا وبتاع بنستفيد منهم ونسلم خبرتهم. سؤال بقى اخير لحضرتك استاذه نريمان، احنا عماله تقولي الحلو الحلو في الدكتور، نقول من سلبيات الزواج بدكتور انه في اي وقت ممكن ينزل من البيت، ممكن يستجيب للنداء زي ما بنقول، دي نقول من السلبيات شويه او من صعوبات المهنه. يعني طبعا هي دي ما كانتش باينه قوي غير غير لما اتجربت. يعني يعني احنا اول ما اتجوزنا كنا ساكنين في العماره اللي فيها العياده، فهم كانوا حاسين ان هو يعني جنبهم، يعني في اي وقت هم بيرنوا عليه يعني حتى خبطوا على الباب، يعني ان هو ده يعني الدكتور ده بتاعهم وان هو في اي وقت هيحتاجوها يلاقوه. فكنت طبعا في الاول مخضوضه، يعني حتى ارد على التليفون الاقي سويت واديني الدكتور بسرعه، فهو يقول يا الله 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 طب ادي له حقنه وانا جاي على طول. أيوة. ويطلع يجري، يعني بتبقى بس ساعه كنت بتعيشي في قلق في الاول طبعا. هو هم بيبقوا متابعين معاه وهو بيبقوا مهتم جدا بالحاله بتاعتهم لدرجه ان هو يعني مش بيفكر. يعني زمان حتى كنت اقول له اطفي الموبايل الوقت وقت ما نبقى يعني لما مثلا مسافرين او بنبقى كده اطفي الموبايل، لانه بيرن بيرن كل شويه. فهو قال لي لا انا يعني استحرم اطفي الموبايل، ممكن اسف حد باسم دواء اقول له اقرب مكاني يوصل له كده. فهو كان بيحب قوي ان هو فعلى طول الموبايل لازم. لا انا بحس انتوا في اجازه بقى بحس المرضى دول بحس برضه دول اولادي، يعني عارف حضرتك بحس المرضى دول اولادي. أيوة. انا من نوع اللي للاسف يعني عندي الحته دي مرضى اولادك وكله برضو هيرجع لاولادك، اكيد هتجازى خير في اولادك. لا انا حاسس انا من شخصية متحمله المسؤوليه من صغري كده، عندي الحته دي تحمل المسؤوليه الجامد يعني. أيوة. يعني دايما اعيش مشاكل الناس اكتر من اللازم، اكتر ما هم حتى نفسهم بيحسوا يعني. انا ساعات مثلا عيان اتابعه في حاجه ومثلا ما جاش فاسال عنه اهله عمل ايه وبتاع، طب يتصل يطمني حتى يا دكتور انت شغل بالك يا دكتور. يعني انا بحب دايما كل اقدر ادي كل انسان يعني اقدر كل جوايا. والله يا دكتور صفاء حضرتك باسرتك بمعظم الاسر، يعني مش عايزه ابالغ اقول كلها اللي بنستضيفها في بيت العيله، بنؤكد بيها ان المصريين دول شعب مميز. طبعاً احنا مش بنجامله ولا بنقول كده، شعب عظيم، وان مصر بخير طول ما دول اهلها. اكيد حقيقي بجد بنشكركم جورج ومايكل. بشكر حضرتك دكتور صفاء استاذه نريمان، بشكر ايضا مشاهدينا على متابعتهم لينا. الى اللقاء في نفس ميعادنا ان شاء الله الاسبوع القادم، عيله جديده وحلقه جديده من بيت العيله.